عملنا دريسنج بتكون من زيت زيتون بالإضافة للخردل أو المسترد، بعدين أضفت لهم العسل وملح وفلفل وأعشاب إيطالية وشوية خل والخضار حسب الرغبة. أنا حطيت فاصوليا ملونة، حطيت زيتون أسود، حطيت فلفل ملون، حطيت سبانخ عشان نغذيهم بدون ما يحسوا وحطيت كمان ذرة وجزر مبشور. أول إشي طبعاً بدنا باكيت معكرونة ملونة عشان هيك تكون ملفتة للانتباه للطلاب، ذرة، زيتون أسود، فاصوليا حمراء اختياري، بدنا كمان فلفل ملون وذرة، كاتبة ذرة مرتين. طيب بدنا جزر مبشور، سبانخ، بدنا بقدونس بالإضافة لجبنة موتزاريلا وجبنة بارميزان. الصلصة بس عبارة عن مسترد لأنه المسترد ما بيضرب زي المايونيز واللبن وهاي الأشياء، بالإضافة لزيت زيتون وخل وعسل شوية أعشاب وملح وفلفل. أول إشي أنا حطيت هون المسترد أو الخردل، أي نوع مسترد أو خردل أنتوا عندكم إياه أو بتحبوا تستخدموه، ديجون العادي ما رح أحدد، أنا حطيته بالوعاء وأضفت له زيت الزيتون، فإذا صار عندي الخردل وصار عندي زيت الزيتون. بدي أضيف خل حتى الصلصة، شوفوا ما بدي أعقدها، ما بدي أحط ليمون وخل، خلص خل أبيض، خل أبيض كفيل إنه يعطينا الحموضنا اللي بدنا إياها. ورح أضيف معلقة عسل منه للفايدة، ومنه العسل برضه من المواد اللي بتضاين، يعني المسترد والعسل بضاينه، أما الصلصات اللي فيها مايونيز وفيها لبن صعب إنك تحطيها للمدرسة إذا ما كان معاكي حافظة فيها الإشي اللي بنحط للتلج. أوكي؟ ديما بأي زيت إيش بدي أدهنها زيت. أيوة هيو حطيته بالصحن، خردل والخل، وحطيت زيت الزيتون وحطيت العسل، ورح أحط شوية أعشاب إيطالية، ورح أحط فلفل أسود وملح فقط. هاي هي كل الوصفة، يعني حتى الأعشاب الإيطالية اللي اخترتها هاي المرة ما فيها بودرة ثوم، لأني أنا ما بدي يطلع ريحة ثوم وبصل وهيك أشياء، يعني لما الطالب بيفتح الأكل بالمدرسة كمان، صح ولا لا؟ 100%. فدائما ندير بالنا من هاي القصص. هلا حطينا كل هاي المواد اللي هو الدريسنج، رح انزل عليهم الباستا. شوفوا انا اخترت هذا النوع، منه لونه حلو، الطلاب هيك ممكن ينبسطوا عليه، يتحمسوا ياكلوه، صح بحبوا الاولاد الالوان. يس. هلا انا حطيت الفاصوليا الحمراء لانه بصراحه هي كثير طيبه وهي غنيه بالبروتين. أيوة. فاذا كمان كانوا من الناس اللي بيطولوا كثير بالدوام، ماده غذائيه كامله كوجبه بتصير، صح. ما بيحبوها بتقدروا تشيلوها، مش الكل بيحب الفاصوليا الحمراء. 100%. زيتون اسود رح يلزمك هذا بشيء ثاني؟ لا حطه بثلاجة. الله يرضى عليك حبيبتي. فلفل ملون. بما انها طويلة، بما انها الباستا بهذا الشكل، حاولت قدر الامكان انه يكون تقطيعة الفلفل برضه طويلة. بتحبوا تصغروها تعملوها مربعات اسهل للاكل برضه بيصير. فهذا طبعا حسب الرغبة. برجع وبحكي انه احنا عم نعطيكم افكار وكل ست بيت حرة كيف هي بتحب تطبق الوصفة. طبعا. شوية ذرة. وأخيراً وليس آخراً رح أزيد زي ما قلت لكم السبانخ. شوفوا أنا كيف فارمته، شايفين؟ شوية بقدونس، شكلها بشهي، وهيك صارت وصفتنا جاهزة. بدي أخلطهم بالإيد. هلا انا سلطه الباستا عملتها بهاي الطريقه، حطيتها بالاكواب وحطيتها هون، ولكن طبعا للمدارس زي ما قلت لكم بدها تنحط بحافظات الطعام، وهي من السلطات اللي بتضاين طول النهار لانه ما فيها اي شيء ممكن يضرب. هلا بس انا بصراحه في كمان يعني عشان اكون واقعيه، الاجبان اللي فعليا ما بزلها شيء وبتضاين كمان البارميزان. بارميزان. طبعا فانا رح احط شوي من البارميجانو. صح، هي أصلاً بارميجانو عبارة عن جبنة، يعني هي أصلاً معتقة لفترة طويلة. أيوة، بحكي الكلمة معتقة. وبعدين لا، هي من الأجبان الناشفة. يعني إحنا عادة الأجبان الكريمية اللي منخاف منها أكتر، عرفتي؟ حسب درجة النشوفة. نحاول قدر الإمكان.